أم كلثوم بدأت في الغناء السياسي من أيام الملك، بدأت في غناء الفاروقيات وهي بيتغني في مناسبات الملك فاروق وجلوسه على العرش وخلافه. لجات سنة 41 بمناسبة جلوس الملك فاروق على العرش، غنت أغنية كانت ليلة العيد، وفي هذا اليوم كان وجيه أباظة قاعد في نادي الأهلي وعرف إن الملك فاروق سايق عربيته ورايح بنفسه دخل النادي الأهلي. بسرعة جري قال له أم كلثوم وهي بتغني، حصل لها روشة وربكة وخافت جدا جدا وتوقفت عن الغناء، ده الملك جاي بنفسه. وبعدين الملك منحها وسام الكمال من الدرجة الثالثة، الملك فاروق بنفسه دخل النادي الأهلي يسمع أم كلثوم ويمنحها هذا الوسام وسام الكمال. مجلة الاثنين وصل الملك فاروق وقالت فكرة أباظة، بلغ أم كلثوم بالإنعام الملكي، وقفت مش قادرة تتكلم خالص وقالت إن دي أسعد ليلة في حياتي، وكانت الأغنية يا ليت العيد. سيداتي وسادتي، هذه الهتافات التي سمعتموها وهذا التصفيق وهذا التهليل وهذا الاستقبال الرائع كان لحضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم حفظه الله، فقد نفح شعبه حفظه الله بأن حضر وشرف بحضوره هذه الحفلة. العيد أنسينا يا ليلة العيد أنسينا أنسينا وجدد الأمل فيك.